السلام عليكم شوكو شباب. طبعا اليوم جايب لكم فيديو فيستقي ورهيب عن اختراعات بسنة 2018، لكنها هذه الاختراعات ممكن تخليك تعيش في 2050. حق شو ورا بعض هاي الاختراع شباب، هالقد ما شيء يعني ما متعودين عليه وشيء غريب علينا، راح تخليك تشعر فعلا بالمستقبل البعيد. فيب سابقة عصرها. طبعا هذا الفيديو دز لي صديقي رايفكس بعد ما سوينا مونتاج، بس راح نشوفه وناكل اكثر تشيبس بشطة في العالم، انه تشيبس جدا جدا عالي الحرارة. سنأكل وانا نسمعكم صوت الاكل. شفت النظرات هذا؟ 3 2 1 ايرون مان ريل دام. هشن هذا الجهاز سو ساعات ويطلع هشيل الجدرية دام، بس في شيء مخيف وما ادري شنو. اوه هذا حلو. هذا تطبيق. هذا الجهاز رهيب. شفت منه على الفيسبوك مرة. هذا شباب الفيديو الجهاز مو طبيعي، هو هم تليفون بس يعني ينطوي. بس والله شوف انا ما له حاجه صراحه، يعني نهائيا ما اشوف بي اي حاجه. اوه هاي الشريحه، باع الشريحه هاي. تخيلوا بالمستقبل يجي تلفزيونات نحصرها. دام بابا شلون يلف يا الله مثل الورقه. يعني شنو هالتطور هذا؟ والله بابا شلون خرب ان هذا تلفزيون. تلفزيون صورته تخبل بعض ينطوي، بس ما يقدر يطبق اي شيء، تتكسر البكسلات. اوه دام هاي السيارة هاي، شنو الوحدة تدير؟ بالله ده تركي الوحدة. رهيب. باعوا هاي من يطلع؟ من السوار. بس فتشي مو طبيعي. اعتقد شباب هذا مو تليفون، هاي 100% مسوي له شو اسمه بالبلوتوث اقتران ويا التليفون اتصور، اذا اني عقلي يعني مضبوط. بس هذا اسقاط ضوئي، يعتمد على اسقاط الضوئي. باعوا لا رهيب. شنو ديم ديم شباب، اريد وحده مثل هاي. بس انا وين اذا صعد فوق اطب جوه بعد ما اطلع. بس رهيبه. مو قاعد مطي. حلو والله. اشيل شيء بالي. انا ناقصني شلاب. روبرت ساعة. ايد مال الي يسوي لك ساعة. دام. هذا اعتقد بروجكت مال يعني جهاز هذا آلي. ما عندي حيوانات. هذا شنو؟ اوف هذا شو اسمه؟ اوه هذا مال الساونا؟ لا تقول لي مي حار. لا جاكوزي او انيالك ولا في جاكوزي، قاعد بالجاكوزي هذا. بلاك بيري؟ حيل كبير هذا وحيل عريض التليفون هذا، انه انا اشوفه مبالغ بيه. اوكي اوكي سياره بي ام دبليو. وبعدين بس اكو ترى احدث من عندها، يعني انا ديم هاي شنو؟ ديم كروس هاي ترانسفورمر. ترانسفورمر كذب.
يعني مثل ما هو جايبي لك السيارة يعني. لا مو مثل ما هو بس يعني كلش قريب عليه. بلا رهيبة بشرفي. يعني فدشي صدق والله مبدعين بالقرآن، والله مبدعين. هاي الأرقام مالته ليترونز ما بالأرقام، والله مبدعين. هاي معناتها ما تقدر تصعد بالسيارة بالصدق، ما تقدر تسوقها بالصدق، بس تمشي يعني تمشي. ما أدري شو يسوي. ما أدري ليش هو صراحة. ها نرجيلة بس هو صنعها. شنو الشيء اللي يفرقها مثلا عن الرجيلات الباقية؟ فنان والله فنان فنان. دين بيض هو عليك والله انت مبدع. بابا شلون هذا اللي يعني او مان شباب. هاي تدرون شنو هذا شو اسمه اللي بالجي تي اي في؟ جي تي اي في تذكرونه اللي يخليك تطير؟ دام نسيت اسمه. I need to play this. دا لا 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 قوية هاي. والله حلوة والله حلوة. ها قوال عليك. بس حلوة عجبتني والله. هذا نفس الحقيقي بس الفرق يمكن بيطير. اه طيران الكويتي. شنو الجديد يعني بدافتين؟ اوكي مدافتين يعني شنو الاختراع هذا الجديد؟ اوكي هاي هسه يلا وصلكم. مع احترامي شباب بس ترى هذا قديم الاختراع، انا شايفه يعني من زمان انه هذا النزول الاضطراري يسموه. ايه هذا نزول اضطراري ما اعرف، بس هذا الاختراع مو جديد. هذا فقط اضافي حالة حريق او حالة هيك شيء يعني. بس ترى زعليق الصر والله حلوة. اخي الكويتيين يريدون يونسون شعبهم. ليش نزل عبد الله ازعلك طنبارة. هاي المسدسات مال البدالية شنو يشتغل؟ مسدس حقيقي. هاي لعبة عرفها صعبة كلش. بعد تليفونه مكسور. هاي اللعبة كلش صعبة ما تقدر تطول بيها هواي لان بيها عالفيت سبوك ماشين. هاي آلة التدخين. يو يو عبالك مسدس مال قصدي قنبلة دخانية. نعم هاي سيارة والله حتى لو عندي فلوس ما اشتريها بالقرآن. والله يشخطوها بالشارع بالقرآن من الحسد والله العظيم. باع المطور بهالمطور. هذا مو بطحة، هاي نومة. ماكو بطحة مطور بطحة. هذا مو بطحة، هذا يسمونه نومة. دامي والله باع باع باع. بس هذا مو قانوني. عشان اوه هاي مال اي اعرفها اعرفها. انا شايف هذا فيديو عالية. بس هاي بس الشركات الغنية كلش، الشركات الضخمة والغالية كلش. هاي طبعا ماك داعي اصلا يعني ما تحتاج اصلا ناس عمال.
ما تحتاج عمال. طبعا كل ما يصير الشركات تقوم تستعمل الآلي الخدمات الآلية مع هذا شنو يا يابا باعوا ما يحتاجون بشر فيصير بطالة هواي. باعوا نفاثة هاي مو زورق. أريد واحد زورق نفس هذا. أقول له أبويا سمع عفوت لي. لا بس يسد وجهي تليفون داب. هاي هذا ستيرن ما سيارة الاسم هيش يا يابا بيام دابين إذا تبدعون والله. ميوزك أولي هذا آلي يركب. وين قبل أتذكر والله أتذكر قبل حوالي 5 سنوات أو أكثر بحاذا. لا تخبي كبرك إيش قصر قبر شباب. والله أتذكر قبل 5 سنوات شانوا الآلي بالقوة يمشي ويوقع بلا أبو عشان يسوي عيونه بس شو يتحكم بعينه. اي اعتقد ما يتحكم بعينه هو هي ايش ها شنو. اوه نايس حلوة. اوه هاي تحت هذا الستين كلوز هذا جهاز. اوه هاي سماعات بها طلع فقاعات بالمي لما يعني اثناء يعني حسب الصوت يعني الفقاعات تطلع. حلو ده انا بابا واحد ضرب كيمياء ويطلع الفقاعة. سريبا يلا هذا تليفون حقيقي هاي وهمي اعتقد هشنو دام خرب ان هذا من هذا ملاك الموت هذا شنو. شوف شلون يقول لك السيارة ليش اني خلوها جوا القاع حتى يحفظوا المكان. هذا شنو الاختراع بدأ لهم هذا ذكرته هذا رهيب. بس هذا بس صور يطلع لك. انا شفت واحد نفسه واحد عراقي مسوي نفس هذا الاختراع بس او هذا فيديو. لا 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 انا شفته على الفيسبوك صوره بس هذا فيديو يتحرك رهيب والله. الصور متنوعه هلا بهب الباع الاسد والدولار وحركات. صراحه ما اعرف شلون طريقه اعتماد هذا شلون يشتغل. هاي هابي ميل هاي وجبه يبيعوها بالماكدونالدز بس ما يبيعوا بيها بيكاتشو بعد ميها لفات مال دروب سينتنا هذا وين احنا بيا حال احنا والله فشي جميل. هذا الباص وكلف ملايين دولار هذا يسوى والله باص مبين مميز. بلا باعوا باعوا يحسسك حوالك انت بالبحر بيخت. بلا باعوا شو شكله صدق يعني والله شكله حلو صراحة فشي جديد ولو انا يعني ممكن اشعر بالنسبة لي بس باعوا. هذا مال ملائك يا ملائك خذ مال المليارديرية. شنو هذا الحاد ديم ما ادري شنو بس يعجبني سوبر ام طالع لك فلوس ما افتهمت هذا الاختراع على معفن شنو. بس صراحة شباب انا اكثر اختراع عجبني هي السيارة اللي تمشي واللي هي رجل آلي بنفس الوقت تتحول. يعني انا مو واحد لابس بدلة وما اعرف شنو يسوي كلاوات بلاستيك لا يعني سيارة بس يجوز مو سرعتها نفس السرعة الحقيقية بس شفتوتو يعني صدق ضبطوها نفس ترانسفورمر والله عجبني صراحة. انتوا كتبوني بالوصف شباب شنو الفيديو او شنو الاختراع اللي عجبكم واللي تتمنون انه تحصلون عليه. اتوقع اغلبكم حيقولون تليفون او بعضكم شاشات بس انا بالنسبه لي ترانسفورمر يا اخي احب اصير ولا يتحول سياره بعدين يصير العالم عفل ما اخذ شيء. اوكي شوفوا وصلنا هذا الفيديو ان شاء الله ربع عجبكم لا تنسى تنزل وتخلي لايك وتشترك بالقناه وشوف اخر اربع فيديوهات بها ايضا فيديوهات غريبه سويت عليها بها ايضا ردود فعلي عليها اللي انا طبعا صديقي يسوي لي فيديوهات وانا اشوفها لاول مره في هذا شيء جدا ممتع. يلا شوفوا وصلنا هذا الفيديو ان شاء الله ربع عجبكم معكم على بعض بقناه دراجون لاند. اي لاف يو مع السلامه ولا تنسى مشاهدة آخر 4 مقاطع.